يا سلامتكم جميع. لا انتم كلكم كفو ومبدعين وما جيتوا في المكان ذا الا انتم كفو له. الاسم الثالث عيد بن عقاب القحطاني. مرحبا بك. الله يبقيك طول عمرك والسامعين. ابو عقاب، هل الشاعر يختار القافيه والبحر اللي يعجبه مثلا ولا يجي من نفسه؟ لا اكيد انه يختار الشاعر. يختار الشاعر؟ ما في شيء. طيب يضعف الشاعر ولا هذه من قوه الشاعر؟ هذه طال عمرك من حريه الشاعر. من حريه الشاعر؟ نعم. طيب ما عمر قريحتك جابت لك قصائد او قافيه من نفسها ولا انت لازم تختار؟ مالك لو كلها تختار؟ ولا في شاعر قريحته تخترع من راسه. هي هي باله طال عمرك تشتغل على كافه. يا سلام. يا سلام. لا هذا ما شاء الله اترك في الابداع مره مجتاز. الله يطول عمرك. طيب سمعنا من ابداعك يا ابو. يقول يا طول العماره استدار الهاجس اللي بصدري واستثار لين شاقتني المعاني وجر الحانها كل ما قرب لي الليل وانكف النهار ثم سمعت اللي يتغرد بروس اغصانها في عيوني صارت المنطقه كبر الزرار ضاقت الارض الفسيحه بكل اركانها ما يبرد خاطر ان كان وسطه فوح نار غير سرد ان تاخذ الغيم في جنحانها يا ولد فهاد له انت وصلني المطار الروابع ثورت في الحشاء بركانها نركب اللي فوق دهم المزون الهامسار بين اساطيل الفضاء بين عنوانها الشعار اللي علاها ما هو بيت اشعار رايه التوحيد تصدع على بيبانها. سلام. نركب اللي فوق دهم المزون الهامسار بين اساطيل الفضاء بين عنوانها الشعار اللي علاها ما هو بيت اشعار رايه التوحيد تصدع على بيبانها كانها يا مقلعت فرخ حر يا امطار شايف برقل جناحين في رضانها وكان في روس جنحتها مشاهيب وشرار وكرعود الصيف ترجف مع شكمانها لغدت كبر الجراده وصارت باختصار تطوي الاف المسافات قدر امكانها ثم غدا من دونها مثل رغو في غضار ينقلون في البيض من تحتها واوزانها. الله 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 يطول عماركم. اسلم اسلم. لغدت كبر الجرادة وصارت باختصار تطوي الاف المسافات قدر امكانها ثم غدا من دونها مثل رغو في غضار يقنو في البيض من تحتها واوزانها ينشرح صدر مقفله طول الانتظار ثم تكيه الحال اللي يعرف محيانها من تبوك تبعدك دار وتجربك دار في الرياض يعلمك بالهبوط اعلانها لهبطت وسط المدرج وذرها غبار تذكر حاجة تعاني من شانها. ما نصيت من الرياجيل يكون الكبار لشر السامعين. ما نصيت من الرياجيل يكون الكبار الرجال اللي تقدم بفعل ايمانها كل كفو سمعته من عمار في عمار بمقاديم القبائل ومن شيخانها ما نوردها على اللاش لو الوقت كار لو لوازمنا الصعيبه بديها عنانها لغدت من بين ايادي قصيرين العمار نرفع الانظار ونشوم عن نقصانها كانها ما جت حشمه وتقدير وقار ما نهن النفس لا رحم ابو منهانها. سلام عليكم. الله 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 صح لسانك صح لسانك. صح ابدانكم جميعا. الشاعر الرابع منع سعد بن سفر العضياني. مرحبا بك يا ابو سفر ومبروك تاهلك وباذن الله ان شاء الله انكم تكونون جميعا متواصلين ومواصلين الابداع ان شاء الله في المراحل القادمه ونشوفكم في الحلقات النهائيه باذن الله. باذن الله. طيب يقول لك الوصول للجمهور لازم الشاعر وصوله للجمهور يجب ان يكون مبدع في غرض معين.